مش لكل ملتحي، كل مسلم. نعم، صحيح. المسلم يعني سفير هذا الدين، سفير لهذا يغفر الدين. الله لنا، يغفر آمين الله يا لنا. آمين يا رب العالمين. والمسلمة كذلك. هي الأخت خاصة الملتحين، أنهم أو أن بعضهم ربما يفعلون بعض التصرفات السيئة التي تسيء إلى اللحية، وهذا يحدث يعني. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا نعم. ما رحم ما الله. أحد فينا يبرئ نفسه. لسنا بمعصومين. لا لا، كلمة لنا جميعا شيخي الكريم. أنا ما أكلم نفسي أولا. نعم، أن نتقي الله ربنا قدر الإمكان، فإن حملنا المسؤولية نكون على قدرها، ويغفر الله لنا على الزلات والسقطات والهنات. لكن أنا أقول دائما الإنسان عندما يكون في الظاهر يحكمه أمور، فوجب عليه، حتى علماءنا يقولون المبيحات التي يستبيحها بعض أهل الهيئات الذين يؤتسى بهم، أهل الهيئات الذين يؤتسى بهم يستعملون المباح خفية لا علنا. وطبعا الأغرار الأغمار ممكن يتهمونهم بالنفاق في هذا الباب، لأنهم لا يفهمون. هو له أن يستروح بالمباح، فإذا استروح بالمباح يفعل ذلك خفية، لأنهم عندما ينظرون له ينظرون له نظرة التأسي الائتساء، فلذلك لابد أن يحافظ على هذا الباب. نقول لهم قدر الإمكان إن كنت بين الناس، الشيء المباح لك امتنع عنه، الشيء الخلاف الأولى امتنع عنه، لكن إن كنت وحدك فافعل ما شئت، ما دمت لا تقترف محرما، وإن اقترفت أسأت أحسنت أو تبت إلى الله جل وعلا هذا بينك وبين الله جل وعلا. لكن في العلن كن على الجادة، وكن على قدر أن تكون ممن يحمل الدين ويكون أسوة لأهل الإسلام. عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل ذوي هيئات أيضا العثرات، يعني أنا إذا قلت أمرته هو بأن يتجنب المباحات وأن يكون على الجادة بأن يكون خير مثال يؤتسى به، أنا أقول للعامة جميعا أنتم لما تعاملونه على أنه ملك، وعندما يخطأ لابد أن تقتلوه، أن تقتلوه، هو بشر أصالة، بل هو من الأدب لو عرفت المكان له أنه إن زل غض الطرف عن الزل عن زلله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث كان فيه كلام لكن معنى صحيح، قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. أبو بكر إيش فعل؟ أبو بكر احتد على ربيعة، احتد عليه، فهو راجع نفسه، لأنه كان أبو بكر رضي الله عنه في بعض الحدة، حتى أنه ضرب عبده محرم ضربه بالعصا، رغم أنه مشهور عنه اللين الرقة والرقة، ده طبع رضي الله تعالى عنه وارضاه، طبع وأسيف بكاء وبكاء، طبع، شوف هو طبع فقط. فضرب العبد بالعصا، النبي نظر لعمر وليه قال انظر إلى أبيك، انظر هذا الرجل محرم وماذا يفعل، فهو ما احتد عليه. قال الربيع اقتص مني، قال لا، قال اقتص مني، قال لا، قال اقتص إلا لاستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين معه تعجبوا فقالوا له يستعدي، والله لنأتين معك ولنشهدن عند رسول الله أنه هو الذي كان الأعجل عليك. فقال اسكتوا، كان أفقه منهم، اسكتوا لا يسمعكم أبو بكر فيغضب، فيغضب رسول الله لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك صاحبكم. الله لما؟ لأنه هذا أبو بكر، أبو بكر. ولذلك لما جاء قال له ما حدث يا ربيعة؟ قال عجل علي أبو بكر، ثم قال اقتص مني، فقلت له لا يا أبو بكر، قال نعم، بل قل يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك، فبكى أبو بكر وانفجر في البكاء رضي الله عنه. يعرف ذوي الهيئات، أقيل ذوي الهيئات العثرات. فالمسألة من الناحيتين، هو لابد أن يتجنب ليؤتسى به، والأمر الثاني لا ننظر له بأنه ملك، بل ونحفظ له مكانته. نعم، ما لم يقترف حدا. جزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يسترنا وإياكم والمسلمين والمسلمات بستره الجميل، أمين. وأن أمين. يتوب علينا أجمعين. أمين.